مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة ملف المحادثات السياسية على ضوء إعلان وفد الحكومة مغادرة الكويت دون التوصل إلى اتفاق. إذن الوفد الحكومي يغادر الكويت والمشاورات تعود إلى نقطة الصفر. فمع تعذر التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك الميليشيا بموقفها الرافض لمشروع الاتفاق المقدم من المبعوث الأممي، يبدو أن المحادثات والمسار السياسي برمته قد وصل إلى نقطة النهاية التي كان الجميع ينتظرها منذ البداية. الوفد الحكومي وفي مؤتمر صحفي عقده قبل المغادرة أشار إلى أن عودته إلى طاولة المحادثات واستمرار المسار السياسي مرهون بموقف الميليشيا من الاتفاق الأممي، محملا الميليشيا مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الأعمال العسكرية التي تنفذها الميليشيا في أكثر من جبهة، وهو ما يلقي بظلال من الشك على حقيقة عودة المحادثات أو التوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة. مسارات الأزمة اليمنية ومصيرها بعد مغادرة وفد الحكومة ستكون محور نقاشنا هذا المساء في زوايا الحدث، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير للزميل كمال حيدرة. لم يتحرك قطار التسوية كما توقع البعض بعد الإعلان عن مشروع الاتفاق الجديد الذي قدمه الوسيط الأممي، وعادت مشاورات الكويت إلى النقطة التي بقيت فيها طوال أكثر من 3 أشهر. الوفد الحكومي متأهب على الدوام للمغادرة، فيما وفد الميليشيا واقف على بوابة الرفض لكل المقترحات الأممية. وبعد أن كان الوفد الحكومي قد أعلن موافقته على مشروع الاتفاق الأممي وتراجعه عن مغادرة الكويت، عاد وأعلن تمسكه بموقفه من إنهاء مشاركته في المحادثات إن لم يوافق وفد الميليشيا على ذات المقترح. مصادر في الكويت أكدت أن الوفد الحكومي سيغادر عائدا إلى الرياض بعد أن يعقد اجتماعا مع ولد الشيخ، على خلفية استمرار وفد الميليشيا على موقفه الرافض بالمطلق للمقترحات الأممية وتمسكه بما يسميه الحل الشامل. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الأرض وعودة الهجمات على المناطق الحدودية مع السعودية وسقوط عدد من العسكريين والمدنيين في تلك الهجمات، مما استدعى تأكيد المتحدث باسم قوات التحالف أن العمليات العسكرية للتحالف ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن. لكنه تصريح لم يكن يخلو من إشارة إلى انكفاء العمليات العسكرية للتحالف للرد على هجمات الميليشيا على الحدود. وهذه بالضبط هي النقطة التي انطلق منها تصعيد الميليشيا الأخير، إذا اختارت الميليشيا تصعيدا معتمدة على تراجع مؤشرات الحسم العسكري وتعامل المجتمع الدولي مع مواقفها في المحادثات بشيء من التساهل، ومع إعلانها المجلس السياسي الأعلى في صنعاء فتحت بوابة التصعيد المتبادل. ولكن لا أحد يعرف أين ستتوقف هذه اللحظة وما هي مواقف الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وهي التي تعطي دائما مؤشرات أوضح عن مصير واتجاهات الحرب والسلام اليمنيين. إذن أرحب بكم من جديد إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها كما ذكرنا سابقا لمتابعة ملف المحادثات السياسية عقب إعلان وفد الحكومة مغادرته الكويت والعودة إلى الرياض. سيكون معنا في هذه الحلقة السكرتير الصحفي مختار الرحبي، وأيضا الأستاذ عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. سنناقش معهم ما بعد هذا الخبر والأحداث في ظل ما تم من تطورات. وأبدأ نقاش هذه الحلقة مع الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. أهلا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا، يا مرحبا دكتور عيدروس. هناك من يرى أن ربما المسار السياسي قد وصل إلى نقطة النهاية، ما رأيك؟ الحقيقة كانت كل المؤشرات تقول هذا، ولكننا كنا نراهن على استعادة العقل من قبل الطرف الانقلابي، يعني ولو على الأقل من منطلق الحرص على 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 دماء اليمنيين. فلكن للأسف الشديد يعني تبين أن الطرف الانقلابي لا يريد السلام، ويريد أن يحقق مكاسب مجانية، ولا يريد أن لا أحد يطلب منه تنازلات، لكن هو لا يريد أن يقدم حتى نصف ما يعتقد أنه حققها من مكاسب، يعني يريد التهام اليمن بموافقة دولية، وهذا للأسف الشديد يعني سيقود إلى حروب وسيقود إلى توترات والطريق. وهذا طبعا ما أكد عليه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أنه لن نشرعن الانقلاب لا الحكومة ولا المجتمع الدولي.
طيب باعتقادك الآن المسار السياسي إلى أين يمضي بعد مغادرة وفد الحكومة للكويت؟ أنا أعتقد أن مغادرة وفد الحكومة للكويت هي قد لا تعني انسداد الأفق السياسي بصورة نهائية، لكن هذا يتوقف على ماذا سيفعل الطرف الآخر، ماذا سيقدم الطرف الآخر، ما هي مسؤولياته، هل سيذهبون لمراجعة سياساتهم ومواقفهم وجرد عمليات حسابات الربح والخسارة، أم أنهم سيذهبون لمزيد الحشود وإرسال مزيد من الأرسال من المقاتلين اللي يقدموهم على مذبح شهواتهم للقتل والفتوح والحرب. إذا كانوا معتقدين أنهم بمزيد من القتال سيحققون مكاسب فإنهم واهمون. طيب دكتور، كانوا يريدون ان يحققوا مكاسب فقد قدمت لهم مبادره بن عمر، مبادره والد الشيخ قدمت لهم مكاسب كل الناس كانوا معترضين عليها، بما في ذلك موضوع الابقاء على بعض المحافظات سيطرتهم، لانه طرف انقلابي متمرد غير شرعي لا يمتلك اي مشروعيه ولا. طيب استاذنك بالبقاء معنا دكتور عيدروس النقيب، ساعود اليك وسنتناقش ايضا في موضوع المكاسب التي تحدث عنها انها وفرت وفق المقترح الاممي الاخير من ولد الشيخ، وفرت مكاسب لجماعه الانقلاب، لكن اذهب الى الاستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق في رئاسه الجمهوريه. اهلا بك استاذ مختار. ثاني وبضيفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. استاذ مختار، قبل مغادره وفد الحكومه للكويت كان ولد الشيخ قد التقى بالوفد الحكومه، ما هي النقاط التي اثيرت خلال هذا الاجتماع؟ نعم، هو بكل شفافيه انه كان هناك اعتراض من قبل الميليشيات الانقلابيه، وقدموا اعتراض على الورقه والمسوده التي تم تقديمها ووافقت عليها الحكومه، واعلن وفد الحكومه انه غير معني بمناقشه تفاصيل هذه الورقه، انما يجب الموافقه عليها كامله غير مجزاه، بالتالي الحكومه والوفد الحكومي اعلن موقف واضح اننا موافقين على الورقه كما جاءت بدون تعديل وبدون اضافه او نقصان، وهذا ما اثار حفيظه الطرف الاخر الميليشيات الانقلابيه، واعلنوا رفضهم الكامل لهذه الورقه، وهو ما قد يعيق الوصول الى اتفاق سلم، وهذا ايضا يجعل الامم المتحده والمجتمع الدولي في صراع مباشر وبمواجهه مباشره مع الطرف الانقلابي، لان الحكومه قدمت كافه التنازلات، الحكومه قدمت كل ما يمكن تقديمه من اجل احلال الامن والاستقرار في اليمن. طيب بالنسبه لهذه المسوده، ما الذي حصل؟ يعني هل تم التوقيع عليها الان ام موافقه شفهيه؟ ما الذي حدث بالضبط؟ بالنسبه للتوقيع لم يحدث توقيع، لان التوقيع يحدث من قبل طرفين وليس من طرف واحد، ولكن تم الاعلان الرسمي وكذلك المباشر من قبل الحكومه اليمنية والوفد المفاوض انهم موافقين على الورقه، وهذا طبعا جاءت الموافقه يعني تقديما للمصلحه العامه وكذلك تقديما لمصلحه ابناء الشعب اليمني وانهاء للمعاناه والحرب والدمار والاوجاع على ابناء الشعب اليمني، بالتالي ما تم خلال اليومين الماضيين هو اعلان الموافقه وليس التوقيع، التوقيع سيحصل اذا تم الموافقه من الطرف الاخر سيكون في يوم 7 اغسطس. طيب مهدي المشاط من وفد الحوثي وصف خطوه الحكومه بالمغادره الكويت بانها ليست الا هروب الى الامام، وأنه لا بد من أن يكون هناك حل شامل وكامل. هذا طبعا هذا يعكس الحالة النفسية التي وصلوا لها، من الذي يهرب من الحل؟ من الذي يتهرب من الوصول إلى حل سياسي؟ هل الحكومة الشرعية وممثليها أم الطرف الآخر الذي له أكثر من 3 أشهر وهو يتهرب من مناقشة قضية واحدة وهي مسألة نزع السلاح التي أجمع العالم بأكمله أنه لا بد أولا قبل الدخول بأي مشاورات أو أي مفاوضات أن يتم نزع من سلاح الميليشيات، بعد ذلك الانتقال إلى القضايا الأخرى، بالتالي من الذي يهرب؟ الحكومة مستعدة للمواجهة وظلت 3 أشهر وهي متواجدة هنا في الكويت و ايضا تعايش المماطله والتعنت من قبل الطرف الاخر، بالتالي الحكومه لم تهرب ولا يمكن لها ان تهرب من مواجهه الانقلابيين سواء سياسيا او في الجانب الاخر وهو عسكريا، لان الحكومه بالفعل هي تحمل هموم وايضا تقدم مصلحه الشعب اليمني ولا تقدم مصلحه عبد الملك الحوثي او علي عبد الله الصالح على مصلحه ابناء الشعب اليمني.
طيب استاذنك بالبقاء معنا مختار الرحبي. اعود مره اخرى الى الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، كنت قبل مداخله الاستاذ مختار تتحدث عن ان ربما هذه الرؤيه الامميه للحل اعطت ميليشيا الحوثي وصالح بعض المكاسب، لكن هم ما زالت لديهم عديد من المطالب، ما زال لديهم اعتراض واضح. هم يقولون انه ما قدم في هذه الرؤيه لا يعدو عن كونه مجرد افكار مجزاه للحل في الجانب الامني، شانها شان بقيه المقترحات والافكار. ايضا وصفوه ما قدم من رؤيه بانه ليس الا فقاعه اعلاميه، وانه لابد من حل شامل وكامل. لا احد يتهرب من الحل الشامل والكامل، بل ان الحل الشامل والكامل هو مطلب الحكومه ومطلب الشعب اليمني كله في الشمال وفي الجنوب. لكن هم يقصدوا بالحل الشامل والكامل انهم يعني ما هي الحصه التي سينالوها من السلطه، هذه الحل الشامل بالنسبه لهم. هذه القضيه لا يمكن ان يوقع عليها اي طرف شرعي ممثل برئيس جمهوريه وحكومه والى اخره، وفي ظل مجموعه تتمترس ولا السلاح، وكانها تقول اما ان تعطوني السلطه والا السلاح بيدي ساخذها بالقوه. هي اغتصبت الحكم وهي اجتاحت البلاد وهي دمرت البلاد وهي الحقت من الاذى بالمواطنين وبالبلد ما لا يمكن اعاده عمرانه بعشرات السنين. فيعني يفترض انهم يشكروا المجتمع اليمني انه قبلهم، انه سيعفو عنهم ربما. طيب عن بعض دكتور عيدروس النقيب، دكتور عيدروس النقيب، كقراءه استشرافيه لك، هل تعتقد ان شريكي الانقلاب الحوثي وصالح قد يوقعوا على هذه الصيغه من هذا الحل المقدم للامم المتحده، ام ربما قد يطرأ عليه بعض التعديل؟ انا اعتقد ان اي تعديل سيطرأ على هذا على هذه الورقه هو ينبغي على الشرعيه ان ترفض اي تعديل، الا اذا كان تعديل باتجاه اضافه التزامات اخرى على الطرف الاخر. الطرف الاخر لم يقبل بهذا الوضع، وهو يعني تخيل انت مثلا انه لم يشر الى محافظه صعده ولا محافظه ذمار ولا محافظه الجوف ولا محافظه عمران ولا محافظه حجه والمعويب وريمه. طيب ما الذي تعنيه في البيان؟ هم مسيطرين عليها. طيب هي الرؤيه يعني اشارت يعني دكتور عيدروس، الرؤيه اشارت الى الانسحاب من صنعاء وتعز والحديده كمرحله اولى، من وجهه نظرك من ما الذي تعنيه عدم الاشاره الى باقي المحافظات؟ هم يريدون أن يكونوا جزء من السلطة أو يأخذوا السلطة مع الإبقاء في هذه الثلاث المحافظات، يعني مع الإبقاء في المحافظات التي تحت سيطرتهم واستمرار التخريب في المحافظات المحررة. أنا أعتقد أنهم لن يوافقوا على هذا الفكرة لسبب بسيط، لأنهم غير واثقين بأنفسهم. هم يعرفون كم هي الدماء التي تلطخت بها أيديهم وكم هي الجرائم اللي ارتكبوها. هم طيب يخافون من تقول المحادثة. دكتور عيدروس طيب دكتور عيدروس تقول إذا ما طرأت أمور تختص بتعديل هذه الرؤية الأممية فعلى جانب الحكومة الانسحاب ورفض أي رؤية للحل، ما هي المساحة الآن المتاحة للحكومة الشرعية للتحرك فيها؟ لأن هناك حديث دائما ونحن نسمع بذلك ونلحظه ونلمسه، موضوع الضغوط التي تمارس من قبل المجتمع الدولي على الحكومة. أنا أعرف، أنا عندي خبر أن الحكومة والرئيس لم يوجهها بالموافقة على المبادرة إلا بعد ضغوط دولية، بما في ذلك ضغوط من بعض دول التحالف، ولذلك الرسالة لم تعد موجهة للرئيس أضرب منصور وحكومته، ولكنها موجهة لكل الأطراف بما في ذلك دول التحالف. أنتم فتحتم جبهة، أنتم بدأتم مشوار يجب أن تكملوه، أما أن تذهبوا إلى نصف المشوار وتتوقفوا فهذا معناه أنكم توافقون على الخطر الذي يهددكم. الحوثيين وعلي عبد الله صالح مادة سامة ملوثة تلوث ليس فقط اليمن، تلوث كل الأقليم، ولذلك أما اجتثاثها إلى النهاية أو تركها، وبالتالي على المجتمع الإقليمي أن يتحمل مسؤوليته فيما يترتب على بقاء هذا السرطان في الجسم العربي. طيب استاذنك بالبقاء معنا وساذهب الى الاستاذ مختار الرحبي، واعود لك دكتور عيدروس، سنتناقش ايضا في موضوع المجتمع الدولي وما يحدث الان في اليمن. استاذ مختار، موضوع مغادره الوفد الحكومي ورفضه للتوقيع على الاتفاق، بهذا التطور هل يمكن الحديث عن ان الحل السياسي وأي باب نحو الذهاب نحو حلول سياسية قد أقفلت، أم ما زال هناك مجال للتحرك ولحلحلة الموضوع الموقف؟ أخي سامي، الحكومة والوفد الحكومي لم يهرب ولم
يرفض التوقيع على السلام، هو وافق، لكن التوقيع يأتي بعد أن يوافق الطرف الآخر ويتم التوقيع في مراسيم وفي بروتوكول ينظم هذا الشيء. الموقف الذي أعلنته الحكومة هي هذا موقف مبدئي أنها موافقة على ما تم تقديمه بشكل كامل بما جاء بالورقة بشكل كامل، وتم تقديم خطابا مكتوبا من الوفد الحكومي إلى الأمم المتحدة أنها توافق على ما جاء فيها، بالتالي هي لم تهرب من التوقيع. اليوم رئيس الوفد أكد من مطار الكويت الدولي أنهم لم يغادروا المشاورات، وإنما غادروا الكويت، وفي أي لحظة يتم الاتفاق من قبل الأمم المتحدة مع الطرف الآخر مستعدين للعودة ولتوقيع السلام. الحكومة حريصة كل الحرص على السلام. من يريد الحرب، من يريد القتل، من يريد التدمير هو عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح فقط. أما طيب مختار، من واقع ما حدث اليوم من تطورات، من واقع ما حدث من تطورات على الأبرز فيها مغادرة وفد الحكومة الكويت، إلى أين تتجه الأحداث من وجهة نظرك، وما هي البدائل المطروحة؟ ما حصل اليوم هي حركة ذكية من الجانب الحكومي ومن وفد الحكومة، هي رمت الآن بالكرة وبالثقل إلى الأمم المتحدة، وجعلت الآن الكرة بيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من طرف، وكذلك الإنقلابيين من طرف آخر. بالتالي ما سيحصل هو كالتالي: إما أن يتم الموافقة على توقيع هذا الاتفاق، ومن ثم بعد أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بعد 45 يوم يتم الانتقال إلى الجانب الآخر وهو السياسي وترتيب الموضوع السياسي وتشكيل الحكومة، أو فإن الحكومة لها الخيار وكذلك للتحالف العربي الخيار في أن يتم استكمال تحرير المناطق. ويجب على الحكومة إذا ما فشلت هذه المشاورات أن تتخذ سلسلة من الإجراءات، أهمها أن تنتقل الدولة بكامل رجالها إلى الداخل، رئيس الجمهورية إلى عدن، والحكومة إلى المكلا، ونائب رئيس الجمهورية إلى مارب، ويقودون معركة التحرير من داخل البلاد وليس من خارج البلاد، لكي يكونوا قريبين من الوطن والمواطن، ويقدموا أيضا صورة إيجابية من رجال الدولة الموجودين في الداخل، وتكون معركة التحرير من داخل اليمن. أشكرك جزيلا السكرتير الصحفي السابق في مكتب رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. أعود للدكتور عيدروس النقيب، وأيضا ستنضم إلينا لاحقا الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. دكتور عيدروس، بحسب حديث عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي في المؤتمر الصحفي من مطار الكويت الدولي، قال أن الكرة الآن هي في ملعب المجتمع الدولي. هل تعتقد أن المجتمع الدولي قادر على إجبار الميليشيا على التوقيع؟ هو الحقيقة أن المجتمع الدولي هو لم يقم بدوره طوال الفترة منذ اتخاذ القرار 2216. المجتمع الدولي يتعامل معاملة الوسيط بين طرفين، واحد متمرد وارتكب كل أنواع الجرائم، وطرف يعني مجني عليه إذا تكلمنا بلغة الحقوقيين، يعني طرف أطيح به من السلطة. ولد الشيخ يتعامل معهم وكأنهما طرفان ندان لبعض. القرار 2216 لم يتخذه عبد الرب منصور، الذي اتخذه هو مجلس الأمن وهو معني بتنفيذه، والمفترض أنه يضغط بكل وسائله، وخاصة وأنه تحت البند السابع، اللجوء إلى البند السابع لتنفيذ القرار 2216. لكن من الواضح أن المجتمع الدولي الذي اتخذ هذا القرار يعاني من انقسام بين أطرافه التي مكلفة بتنفيذ القرار، وبالتالي تمارس هذه الأطراف بعض الضغوط على الحكومة، ويتعاملون مع الطرفين على أنهما ندان لبعضهما، وهذه معاملة خطأ. أعتقد أنه اليوم بعد التمرد الذي أبدأ الحوثيون صار واضحا من الذي يعرقل تنفيذ قرار الأمم المتحدة، ومن الذي يعرقل عملية التسوية بشكل عام في اليمن. طيب كيف تقرأ القادم فيما يخص المجتمع الدولي ومؤسسة الأمم المتحدة في التعامل مع الوضع القائم حاليا بعد مغادرة وفد الحكومة؟ لست متفائلا كثيرا بدور الأمم المتحدة، لكنني أتجه إلى رئيس الجمهورية وحكومته والتحالف الذي من ضمن أو الملتف حول رئيس الجمهورية. على رئيس الجمهورية أن يعيد بناء تحالفات قوية تمكنه من كسب الشعب اليمني إلى جانبه، وفي مقدمة ذلك اتخاذ إجراءات قوية لتأمين المناطق المحررة. الناس حرروا له 8 محافظات وقالوا له تفضل يا رئيس الجمهورية تعال ديرها. حكومة رئيس الجمهورية غائبة عن كل هذه 8 المحافظات، وهم يتبجحون بأنهم مسيطرين على 80% ولا يستطيعون أن يقدموا حبة أسبرين لمريض في عدن.
يعني ولذلك الحل أن يعودوا إلى عدن ويبنوا عدن والمدن المحررة ويقدموا نموذج للدولة التي ينتظرها اليمنيون، وحينها سينقلب كل اليمنيين على الإنقلابيين وسيعودون مع رئيس الجمهورية. على رئيس الجمهورية وحكومته أن يقدموا لليمنيين ما يغريهم على الالتفاف حولهم، وليس بالخطابات والمناشدات الأخلاقية. الشعب اليمني لا يعرف، لا يهمه من هو صاحب الحق ومن هو صاحب الباطل. الشعب اليمني يهمه من يلبي له مطالبه ويحل له مشكلاته. ولذلك رئيس الجمهورية اليوم أمام تحدي كيف يقدم المناطق المحررة على أنها مناطق نموذجية في شكل الحكم، في حضور الدولة، في تأمين الأمن والاستقرار والخدمات والتمويل وكل ما يلزم. دكتور عيدروس، تزامن هذا الموقف ومغادرة وفد الحكومة للكويت هو ربما تزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في أكثر من جبهة وتحديدا على الحدود. هل يمكن قراءة أو وضع هذه التطورات في سياق عودة الذهاب نحو المسار العسكري؟ أعتقد بالنسبة للطرف الانقلابي الخيار العسكري هو الخيار رقم واحد وبقية الخيارات هي رقم اثنين، لكن الحكومة تضع الخيار السياسي في المقام الأول وتأتي خيارات البقية. أعتقد على الحكومة أن تفهم هذه اللعبة وأن تتقن أن الإنقلابيين هم يلعبون على الخيار العسكري. أما بالنسبة للمساومات والمفاوضات فهي بالنسبة لهم خيار لكسب الوقت، إلا إذا ما حققت لهم ما يريدون، وعندما لم تحقق فيلجؤون إلى الخيار الأول وهو الخيار العسكري. على الحكومة أن تحسم خياراتها على هذا النحو باتجاه الخيار العسكري يكون الخيار الأوحد ورقم واحد. دكتور عيدروس تقول أن جماعة الحوثي وصالح خيارهم الأول هو العسكري، لكن الحكومة الخيار الأول ربما والأبرز هو المسار السياسي، لكن ما نشاهده الآن من مغادرة لوفد الحكومة وتعليق مشاركته هو ربما أيضا تعليق للمسار السياسي وتخلي عنه كحل. أنا أعتقد أن الأخ الوزير كان ذكيا عندما أشار أننا نحن انسحبنا من الكويت ولم ننسحب من الحوار من المشاورات، وهو ما يعني أننا سنعود المشاورات عندما يقبل الطرف الآخر بالمشاورات. لكن على الحكومة انسحاب الحكومة يختلف عن رفض الحوثيين التوقيع على المبادرة. انسحاب الحكومة هو أنه لم يعد لديه ما تقدم أكثر مما قدمه. أما بالنسبة للطرف الآخر فلديه الكثير مما يقدمه لكنه يتأبى من تقديمه. طيب أيضا صدر موقف عن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بشكل عام، دعوا الحكومة إلى الاستمرار في المشاورات. هذا ربما قد يشير إلى أن الضغوط لا تتجه فقط نحو الميليشيا. أيضا الضغوط لم تتجه قط إلى الحوثيين، الضغوط تتجه نحو الحكومة، بينما هم بالأمس هؤلاء السفراء 18 نفسهم كانوا قد حيوا الحكومة على موافقتها على المبادرة، على ماذا ستفاوض الحكومة. على السفراء أن يتساوقوا مع أنفسهم ومع منطقهم الذي يقول أنهم يرحبوا بالمبادرة ويدعون إلى تنفيذها. طيب قبل أيام في صنعاء الجماعة دكتور عيدروس معك، قبل أيام جماعة الحوثي وصالح في صنعاء أعلنوا عن مجلس سياسي كما وصفوا لإدارة البلاد، وبعد يومين تأتي المطالبات بأن يلغوا أو يحلوا هذا المجلس السياسي. هل يمكن أن يقبلوا بأمر كهذا؟ وما الهدف باعتقادك أيضا من ذهابهم نحو هذه الخطوة وتشكيل المجلس السياسي في هذا التوقيت في ظل ربط الحكومة والوفد الحكومي الحصول أو إنجاز تسوية سياسية إلى 7 أغسطس؟ المجلس السياسي ليس إلا نوع من التلاعب بالأوراق، يعني خلط الأوراق أو نوع من العبث بالعملية السياسية نفسها. هو لم يقدم شيء، هو فقط إعادة تقسيم الكعكة المرة والفارغة بين الحوثيين علي عبد الله صالح. أما بالنسبة للعملية السياسية فهو لا يختلف عن اللجنة الثورية. من هو المجلس السياسي ومن هي اللجنة الثورية؟ هما طرف انقلابي يمشي أجندة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، وبالتالي كان مفترض أن تتعامل الحكومة مع هذا الأمر كأن لم يكن. طبعا هو نوع من المزيد من التعقيد والاستهتار من قبل علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي بالشعب اليمني وبالمجتمع الدولي والإقليمي، ولذلك
انا اعتقد انه اضافه تعقيد الى التعقيدات القائمه على الساحه السياسيه. طيب وماذا عن امكانيه قبولهم بحل هذا المجلس السياسي؟ لن يحلوا هذا المجلس السياسي ولن يقبلوا مثل ما لم يقبلوا بحل اللجنه الثوريه. هم يعبثون بالاوراق السياسيه لارباك الطرف الاخر، والطرف الاخر انا اعتقد ليس امامه الا خيار أن يدعو الشعب للالتفاف حول قضيته وهي قضية دولته. هم يريدون أن يصادروا الدولة والوطن، والطرف الآخر من المفترض أنه ممثل لهذا الوطن وممثل للدولة وبالتالي أن يتمسك بالدولة فقط. أشكرك جزيلا الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا أعتذر عن عدم مشاركة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية معنا في هذه الحلقة. وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، حلقة قادمة وجديدة غدا، إلى اللقاء.